دكتورة لميس، يا مرحبا. يا اهلا بيك. بقى كنتش عايزه تيجي؟ اصل انا كنت مستنيه العاصفه والله كل ده. طب انت ما جاتش العاصفه؟ بقى لي 3 ايام. انت عارفه ان وقف في الاشاره، الاشارات فرجعت تاني. ازاي رجعت يعني؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله. اخبار الدكتور ايه؟ تمام، بيصور يا عيني. يعني فين الحته دلوقتي؟ لا دلوقتي في القاهره، وبعد شويه هيسافروا فين؟ حته في لا في بعد المنتصف بشويه. بعد المنتصف بشويه؟ بس انا بيني وبينك هي عادتنا مش هنشتريها. لا هو الورق بيني وبينك اتكتب متاخر. يعني زمان يحيى كان طريقه الكتابه اختلفت. زمان يحيى كان لما بيجي الناس يخبطوا على الباب وانا افتح لهم يدوني 30 حلقه. دلوقتي بيجيب لك تريتمنت في ورقه كده. عجبتك نبتدي نكتب. ده السيستم اللي ماشي. فطبعا هو قرا من ده حاجه و40 حاجه. لغايه ما عجبه كان الوقت راح. فالكتابه مع التجويد مع بدايه التصوير فابتدوا متاخر. يعني كان المفروض يبتدوا في نص ديسمبر، ابتدوا تقريبا نص يناير. يعني كده ما هيخرجوا في رمضان. طبعا رمضان كل سنه وانت طيبه. ده 15 خلاص 15 يوم. النهارده نص شعبان. لسه عندهم سفريه تانية قبل رمضان كمان بره. لا هنا، اللي بره بقى في رمضان ان شاء الله. على فكره بتبقى عمليه مزعجه جدا بقى ان انا اصور والحق ما انتش. يعني عمليه طبعا مرهقه جدا. مرهقه. كان زمان بقى ايام الحلميه. بس ما تفهمش الجو كان ظريف. يعني انا فاكره يحيى مره نزل راح التصوير بعد الفطار، جه بعد السحور ما صورش ولا مشى، بس جه مبسوط جدا. الجروب مع بعضه ظريف، وكان في حد بيمثل دور صغير كده، بس الراجل كان تعبان وعنده سكر وبتاع، فيحيى قال لهم لا خلصوه هو وانا مش مهم. لغايه ما خلص السحور خلاص، كان اليوم اتضرب يعني. فكان الجو يعني لما بيقعد في التصوير ما يشتغلش بيجي مبسوط. الوقت الدنيا اختلفت شويه. ما هي اختلفت باختلاف الناس، الحواديت اللي حصلت ديت. يعني الناس ما بقتش، وانا وان شاء الله كان ايام اسامه انور عكاشة واسماعيل عبد الحافظ الفريق ده كانوا بيستمتعوا لما بيقعدوا مع بعض اكتر ما بيمثلوا يعني. فكان الجو ظريف، وده بينطبع على فكره بيطلع على الشاشه، الجو الظريف اللي في الاستوديو. هو انا في رايي يعني الاستاذ يحيى الفخراني واستاذ صلاح السعداني والدورين اللي عملوهم دولت، وطبعا الكلام الورق رهيب جدا. طبعا يعني لغايه دلوقتي الحلميه بيتشاف كويس قوي. فانا في تصوري ان ده شيء يعني لما يبقى فيه ورق كويس ولما يبقى فيه مخرج زي اسماعيل عبد الحافظ رحمه الله عليه بقى، بيبقى ده، ولما يبقى فيه واحد زي اسامه انور عكاشة بيحضر حلقه بيحضر بيشوف شغله ومش فكرة بيشوف. لا فاكرة اول جزء من الحلميه 17 حلقه على بعض. اول جزء ما كانش فيه بقى الثلاثينات. كان 17 18 وفقا لما هو حاسس. ايوه ما كانش فيه كتير قوي ده. كانت الدنيا اهدى، عشان كده كانت الدراما بتبقى محبوكه. بس الحمد لله الشغل ماشي حلو، الاستاف اللي معايا شباب ظروف جدا يعني الحمد لله. طيب من ساعة ما كنا هنا، ساعة ما شربت الشاي وكلت باكو بسكوت وخدت الباقي معاكي. أيوة. فاكرة ولا فكرك يعني؟ احنا حاجات كتيرة. انما من الحاجات الغيظاني يعني انا الـ200 النخبة بتوع، ما في فرنسا نخبة زي عندنا كده برضه. لا والله. والله. يعني. عندهم 200 من النخبة كلهم، النخبة الكبار، ودول قعدوا مع بعض وطلعوا بيان منهم ساركوزي. اللي هو بتاع ليبيا ده اللي خد صاحب القذافي وبتاع كاس العالم بتاع الدوق قطر. المهم قالوا ان احنا في 30 ايه في القران لازم تتشال. والله طب ايه اللي مضايقهم هم مالهم؟ لا دول بيحقدوا على الكراهيه والحقد على وان هم دول بتوع العنف وقال الصواريخ بتاعت طب ما في فرنسيين في داعش ما لهمش دخل لا بالقران ولا بالاسلام اصلا. ايه اللي خلاهم يروحوا يحاربوا ويبقوا دواعش؟ وفي روس وفي انجليز وفي بلجيكيين وفي افارقه، في جميع من جميع جنسيات العالم. المعاتيه موجودين في كل بلد على فكره. على فكره بص انا رايي
حتى مع احترامي لكل الناس اللي بتقول تجديد الخطاب الديني، هفرض ان سيادتك متطرف، حضرتك متطرف وبتكفرني ومش عاجبك اللي انا بعمله، وانت قافل على نفسك وبتعمل حاجات خاصه بيك، انت مش هتضايقني على فكره غير لما تمسك مسدس. مين بقى اللي بيديك المسدس؟ هي دي. ومين اللي والدولارات الخضراء دي مين اللي اديها لك؟ يعني هو الشيوعيين ما فهمش متطرفين، هم الرأسماليين والعنصريين، هو اللي كان في جنوب افريقيا ده مش تطرف. هو كل ما هو غير كل حاجه كل فكر فيه تطرف، انما الفكره من اعطى هؤلاء المفرقعات عشان يفرقعوها فينا؟ هو ده بقى اللي تدور عليه، مش تدور لي على القران، انت مالك انت مال القران؟ هو انت عارف يا دكتوره اصل دي تلاكيك زي حقوق الانسان والكلام. ايوه بس اصل في امور، ما اصل في خبر تاني كان برضو الاسبوع اللي فات ده، اللي هو اللي من ساعه ما حضرتك خدت البسكوت، ما انا هقول كل مره خد ما بتبتدي مع ان روش دي خدوا مني بره والله. اللي هو اللي كان في اجتماع عاملينه في الدوحه برضو الشخصيات كبيره وشخصيات مهتمه اللي هم الهلباوي. لا ده الهباوي بيقول ان احنا لازم يتقعد يعني يجي الناس العقلاء في الدول العربيه عشان يقولوا جاب لنا ناس من جميع دول العالم اللي احنا عشان يجوا يقعدوا يوعونا يتصالحوا ويهدونا. انما هي اصل لازم لازم يا دكتوره، بس عشان المساله تبقى واضحه، لازم لما نبتدي حاجه تظهر الموضه تبقى دي الموضه بتاع الاسبوع، او الهريه اللي هتطلع، او المؤشرات اللي بتطلع من كذا حته، لا لازم تتحط في مكانها. يعني لازم نعمل ده على الاقل بيقول لنا ان هم لسه مصممين عن يعني فالنهارده لما يروح في الدوحه بيقول لا احنا عايزين نشوف شباب تاني عشان خاطر الشباب المقهور اللي في مصر والشباب اللي معدوم مش عارف ايه، يعني بيعملوا عايزين يعملوا الجيل التاني او الموجه التانيه من الربيع العربي. ده قطر النبي يتوكسوا على اللي هم فيه ده، في مظاهرات دلوقتي في قطر. انا ايا كانت الامور، هو الفكره كلها احنا لازم احنا ندرك ده، بس احنا كلنا ولازم يبقى ده. بس بتهيالي والله عدم الرد عليهم احسن. انا ما بردش انما انا بقول ان دي مؤشرات تخليني اخد بالي. مدام سعد الدين ابراهيم اتكلم وقال مصالحه، هتلاقي الاشكال الضاله دي. لا هو اخر حاجه قالها برضه اللي قالها في الاسبوع ده اللي من ساعه ما خدت البسكوت وكده قال ان خلاص امريكا هتحط قبل نهايه 2018 الاخوان جماعه ارهابيه. لا والله وبعدين في متن الكلام بتاعه بقى بيقول لا، مع ان اللوبي الاخواني اللي في امريكا جامد جدا. يعني ما تفهمش هو عايز يقول كده ولا عايز يقول كداب في الحالتين. وهي امريكا لو عايزه تحط الاخوان على قائمه الجماعات اللي ما تحطها، هم مش هيحطوا ولا مش هيحطوا ولا بيستعملوهم يا استاذ ابراهيم، ما تصدقش بيستعملوهم. يعني زي التهديد الامريكي لايران، كلام فارغ، ضرب الغازيه في حمارها زي ما قلت لك قبل كده. هم بيستعملوا ايران ولا لا؟ بس فده كلام ده للاعلام، فده كلام فارغ. كل اللي بيقولوه ده تصوري ترامب عايز 5 تريليون دولار، ده مش علشان يعني ايه يعني يقول لك بقى عشان مزنوق عشان لا يقول لك سوريا احنا دفعنا 7 مليار دولار صرفناها في سوريا. هم صرفوا 7 مليار على الدواعش. لا ده هو صرفوا على الدواعش وباعتراف هيلاري كلينتون وهو قال يعني هو صرفهم على الجماعات الاسلاميه وعلى المنظمات الارهابيه. ما صرفهمش عشان يحموا نظام ولا يحمي حد. لا طبعا يعني هم مش كانين يحموا حد. يحمي مين؟ ولما خابوا خيبه ده كان بيضرب مواقع الجيش السوري ويبعت للدواعش سلاح، ما احنا كلنا عارفين. لا يعني هو النهارده عايز من مين بقى الفلوس دي؟ عايزها من الخليج علشان خاطر يوفر الحمايه. هم اللي عملوا في نفسهم كده عشان نوفر الحمايه ليهم. لا اصل بقى ابتزاز رسمي هنا بقى بنقول النهارده، ويمكن الكلام ده اشار اليه شيخ لازر النهارده في اندونيسيا المؤتمر. احنا ملهاش حل دلوقتي ننسى كل يعني مش ننسى، لازم نبقى فاهمين دلوقتي ان اللي متغطي بالامريكا او متغطي بالناس دي عريان ما بيفهموش. عريان لا مش لازم نبقى فاهمين ملهاش حل، لان احنا لو التضامن بينا ولو حاطين ايدينا في ايدين بعض مش هيقدروا علينا. هذا وهم يا استاذ ابراهيم. ما نقدرش والله العظيم القوميه العربيه وهم كبير. بص عبد الناصر انا عذرته زمان لما كنا صغيرين وبنقول القوميه العربيه وبنهتف ونرسم خريطه الوطن، انا عندي لسه
كراسة جغرافيا ورسم الوطن العربي، وبعد كده رسم ايام الوحده مع سوريا الاقليم الشمالي والاقليم الجنوبي، والعلم بقى بتاع الجمهوريه العربيه المتحده. ثلاث نجوم. بص على الجغرافيا وبص على التاريخ والدين واللغه، لازم تقول ان هذه المنطقه تبقى على وفاق. ما هي قسمت لاجل تكون على وفاق، يعني هم لما سايكوس بيكو لما اتعملوا عملوا عشان تبقى كده. بس هم فاهمين كويس قوي هم بيتعاملوا مع مين. ونجحت. طيب هل ده خلاص بقى امر مطلق؟ ايوه. يعني طب انا هقول لك على حاجه بسيطه قوي. الدول اللي داخله في الاتحاد الاوروبي حبايب، دول بيكرهوا بعض يا عم. انت لو رحت فرنسا وسالت بالانجليزي واحد عن عنواني يقول لك اي دونت سبيك انجلش كده، قالها لي كده، كنت عايز اقول له ما انت بتتكلم اهو، ما انت بتقول بيكرهوا بعض عمى. اتحدوا ولا ما اتحدوش؟ في حاجه اسمها المصلحه. الدول العربيه فاشله انها تجتمع سواء على حتى المصلحه. يعني ادفع انا فلوس عشان اضرب سوريا، راحوا الامريكان متفقين مع الروس، راح الروس متفقين مع بشار، راح بشار مفضي الثلاث مواقع والفلوس راحت عليهم، ده اسمه ايه؟ لا 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 لا، في خراب مش هيتظبط دلوقتي تماما. انا يأسى من ده تماما. مش حاجه اسمها قوميه عربيه. انا ما جبتش سيره قوميه عربيه على فكره عشان خاطر. طب قول لي اماره بس. انا مش ما بقولش، يعني ما اقصدش الجامعه العربيه من سنه 45. هات لي موقف، موقف قمه واحده اتفقت على شيء عدل، قالت بيان عدل، خدت موقف عدل واحد، لا شيء. انا رايي ياجروها مفروش وهي موقعها حلو والله، لو اتعملت اوتيل تبقى جميله جدا ونجيب قرشين حلوه قوي، او ينقلوا فيها وزاره التموين. الدكتور مصالحي برضو يقعد في حته على الهوا كده على النيل كده، جميل ملاش لازمه. مع احترامي للاستاذ ابو الغيط جدا يعني. خلاص ما هنسيبنا بقى من حكايه بقى ولا ملهاش لازمه. طيب دول الجوار تتآمر على بعضها، يعني اللي بتعمله قطر انا نفسي افهمه. قطر البتاع اللي قد كده الدبانه دي عايزه ايه؟ ماذا تريد؟ ايه المجد اللي هتجنيه لما تدمر، تدفع فلوس تدمر بقيه المجد؟ هو الراجل مش بيعمل مجد، الراجل ده من ساعه الانقلاب الاولاني بتاع بتاع حمد على ابوه، وده ده السلام سواء بانقلاب او بتعليمات او هو ايا كان، انما خلاص هم اتفق فهو مستخدم. هو راجل عميل يعني، قال حمد دول عملاء جايين ينفذوا حاجه، وبينفذوا حاجه من الاكبر، دول بينفذوا للماسونيه. ماشي، هم فاهمين بقى ايه الفايده اللي جايه لهم؟ مش لاقي لهم فايده. هو قاعد ما هو مش بالدور، ما واحد ليه عنده فلوس كتيره وبعدين يعني هو ما عندوش مساحه اللي يقدر يبقى ليه نفوذ ولا حاجه، ولا يقدر يبقى ليه كلمه ولا اي حاجه، يعني عادي معاك فلوس انت حر. فيعمل ايه بقى؟ فكان لازم يلعب اللعبه ديت، دي هترضيه. فهم عارفين نفسي ان هو اللعبه دي ترضيه، فاستخدم. يعني اللي بيحصل في ليبيا يرضيه؟ ايوه يستخدم. هو استخدم، هو كان مبسوط انه عامل قناه الجزيره. انا فاكر الرئيس الاسبق الرئيس مبارك كان راح هناك وحرصوا ان هم يوروا له ده، فطلع فرجوه على الجزيره. فهي اوضه مصاله. فقال لهم هي دي الجزيره اللي عامله لنا ليزر. لما كانوا حريصين ان هم يعملوا ده. لما تيجي تشوف الجزيره دي معموله، دي معموله من رحم البي بي سي، وجاي فيها كل الخبره هناك، واليهود دي والمكتبه بتاعتهم والحاجات ومش عارف ايه والكلام ده كله، انما معموله عشان تعمل الدور ده، وهم مبسوطين ان يقوموا بالدور ده. هو على عموم قناه السلوى الجديده دي هتخليها جزيرة على اسم على مسمى، يعني لو اتعملت قناة السلوى دي بس يلا هم هتتحول الى السعودية جزيرة. بس تقول واحنا هنجيبها مش اقل من سنة ان شاء الله. الله والله اقل من لا سنة. لا لا حاجة غريبة والله. فيعني فربنا يهديهم. هقول لك لا ما يهديهمش، دول ما يتهدوش. طيب في النهاردة عندي اكتر من رسالة ليالي علشان خاطر حكاية السيد وزير التعليم. قرر ان هو يمكن رساله اقولها له، رساله بتقول بعتين رساله للرئيس، يعني بيقولوا له احنا بنحب حضرتك واخترناك قناعه تامه، بس رجاء انظر لاولادنا بنظره الاب الذي يخاف على مستقبل اولاده. نحن اولياء امور نعترض على نظام التعليم الذي يطبقه الوزير طارق شوقي على المدارس التجريبيه. سياده الرئيس لن نعترض على تطوير التعليم، ولكن اعتراضنا على تعريب التجريبي.
المدارس التدريبيه كانت بتاخد لغه انجليزيه ومصاريفها او مختلفة. هي اقل من المدارس الخاصه، فلما هتيجي تشيلي منها اللغه والكلام ده كله يبقى الناس اديرت. فهم الرساله بتقول ازاي رجاء تدخل الوقف هذا القرار، نحن كأولياء الأمور نعرف جيدا رغبة الحكومة في رفع الدعم عن التعليم، ولكن نحن نطالب بتعليم تجريبي لغات مع إمكانية زيادة المصروفات. يعني برضو مفيش حد يلعب في المناهج يعني يزود المصروفات، اما هو ده هو عايز بس يشيل لغة ازاي؟ لا انا ما اعرفش هو ده. لا انا متهيألي الخبر ده انا عندي تاني. لا ده مفيش برضو. الاستاذ احمد ابو فارما ابو فاره بيقول لي يا استاذ ابراهيم رجاء النظر ومتابعه موضوع قانون التعليم الجديد. احنا هنشوفه طبعا الحكايه دي بكره ان شاء الله، الجديد فيما يخص الغاء المدارس التدريبيه، لان تعريب المدارس التدريبيه والغائها سيحرم ابنائنا من التعليم الجيد، خصوصا لما يرجعوا في الاعدادي يدرسوا تاني علوم ورياضيات بالانجليزي، هيبقى مستحيل. لا دي لما يمكن تفوت على الدكتور شوقي دي. طيب انت حضرتك مش نايب؟ ها؟ واحنا نائب يعني في المجلس من النواب. ايوه. وممكن مش تقدم، يا ريت حضرتك. اصل ما ينفعش تقول نايبه. ما نقول نائبه، احنا داخلين في الغلط. ايوه. فنشوف ايه الموضوع ده. هو طبعا الدكتور شوقي انا قريته كلام، انا بقالي 20 سنه وانا بتكلم على فكره الغاء المناهج الحفظ والتلقين ولا بد البحث والمعرفه اللي هي الموجود في العالم. واراد الله امرا ان اقضيه لان يحصل ده وهيحصل الظاهر من السنه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. فكره ان يكون بحث ومعرفه ده شيء جيد، وده بقى زي العالم وكده. طب ده هو التطوير بيقول ان الاطفال هياخدوا. انت عشان مش شايف؟ طبعا. امال انا جايه ليه؟ طيب ماشي يعني. على فكره انت بوظت لي الشاي الفتله ده خالص، ما بعرفش اشربه. عايزه شاي مغلي كده على طول. طب يعني اولا ده ما بيتغليش. طب انا ما عنديش سبرتان. انت مش والله هجيبها لك. والله هاخد دي واحطك امام الارض. لا لا ده دي خديها هديها لك معاكي، بس دي مش حلوه. بس انا مش ما انا عندي واحده بس لقيتها مخرومه. لا 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 دي مضروبه يعني مش ذات قيمه يعني. انما انا عرفت ان حد عنده ده فعارف هجيب لك سبرتايه محترمه. هي في تحت الرابعه على فكره. ها؟ تحت الرابعه عند الفوانيس. يعني اصلا التطوير اللي عامله الدكتور شوقي في لغه انجليزيه في المرحله الابتدائيه، ازاي اجي الغيها من التجريبي؟ مش فاهماها دي. هو ده اللي بيقول عليه. لا انا بتهيالي في حاجه غلط في الخبر. طب على, 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 على اي حاجه. اصل يا جماعه في اخبار غلط بتتكتب كتير. هو ده دول او اولياء امور. ايوه. فاحنا هنشوف المساله ايه. طب عرفوا منين بقى في يعني دي خبر المدرسه؟ هل ده تم اعلان عنه؟ هل حاجه غلط يعني او نامل ان يكون غلط؟ انما ايا كانت الامور نسال عليه بقى. في الاول وفي الاخر يعني هو الموضوع ده التجريبيه دي بتطلع مستويات كويسه على فكره. التجريبيه من ساعه ما لا اصل هي تجريبيه في متناول يعني حاجه زي الخاصه الخفيفه يعني. الخفيفه بس خفيف. وبعدين انا في حاجه تانية برضو عايزك تسالي فيها او انت تتكلموا فيها، ما برضو حاجه غزتني. كان بيكلموا على خبر من 10 ايام كده، الدكتور مصطفى مدبولي كان وزير اسكان، خلاص الحي المتميز قرب يخلص خلاص اللي هو هيسكن فيه يعني، ده هيستقبل ناس يعني او اسف حي اجتماعي يعني. فكانوا بيشوفوا المدارس اللي هتفتح، ففي 7 مدارس. الحي المتميز فين؟ في العاصمه؟ مش حي متميز في العاصمه الاداريه، حي سكني مش فاكر يعني. انما القصد كان بيشوف المدارس اللي هتفتح، فتكتشف ان المدارس اللي قدمت 7 مدارس خاصه اللي هيفتحوا. طب فين مدارس الحكومه؟ والموظفين طيب اللي هتنقلوا؟ ما انا بقول فين مدارس الحكومه؟ لا اكيد فين. ما في هو اللي انا بدافع. شوفي بقى، ما هو انا بنغششكم عشان تعملوا استجوابات وتعملوا حاجات كده وبرلمانات وكده. يعني فده موضوع يعني. يعمل شغل. يعمل شغل. بدل ما احنا الايد البطاله نكس قاعدين ما بنعملش حاجه. كان في حد من ورساله جايه تاني اللي كان عايزين يشوفوا نظام الزراعه ايام محمد علي ونظام الزراعه ايام جمال عبد الناصر، وقلت لي ده عايزه حكايه. ايوه. طب ايه؟ لا بص يا سيدي، انا محمد علي بعد ما تولى بسنه في 1806 قرر يعمل مسح كامل لكل الاراضي الزراعيه في مصر. عين ابراهيم ابنه دفتردار. دفتردار دي يعني وزير الماليه، وخد مصر من بحريها لابليها. الارض دي بتاعت مين؟ يقولوا دي اوقاف. والله اوقاف بتاعت مين؟ بتاعت الجامعه دول.
طب اللي بعدها اوقاف بتاعت مين؟ قول ما نعرفش، بس احنا طلعنا لقيناها اوقاف. الارض دي ايه؟ مسموح المشايخ. يعني ايه يا عم مسموح المشايخ؟ كان كل العلماء النخبه، نخبه علماء الازهر حتى كان منهم عمر مكرم، كان منهم ابو الجبرتي، والجبرتي ده اللي عمل خلاف ما بين الجبرتي ومحمد علي على فكره. يعني في مؤرخين يقول لك هو الجبرتي بيكره محمد علي عشان قتل ابنه خليل سنه 21، لقوه مقتول عند قريب من قصر محمد علي في شبرا، فقال لك محمد علي اللي قتله، هو لو عايز يقتله هيقتله جنب القصر. اه زي يعني. كده لما حطوه جنب. فطبعا واضح انها موضوع تاني خالص، انما هو اصلا في كتاباته غضبان على محمد علي من قبل ما ده يحصل، لانه كان بيكتب يوميات. مهم، قرر انه كل اللي عنده ارض وقف يجيب لي الورق بتاعها. قالوا له يا نهار اسود، ورق ايه ده؟ ورق ده احنا من 400 سنه ومن 500 سنه. قال لهم ايوه، لو انت من 500 سنه قاعد على وقف يبقى مستحق الوقف غير موجود. ما هو انا دلوقتي اديت وقف للست حسنيه وولادها، اللي موجود دلوقتي لا يمت بصله لا حسنيه ولا لاولادها. فقال لهم ما معكوش ورق، الارض هتتاخد. لم 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 لم، في مساحه، عايز مساحه يزرعها. لا الدنيا متبعتره مش لاقي ارض. المشايخ اكتشف ان هم هو بيديهم ارض، يعني جرى العرف من ايام السلطان العثماني ان الوالي العثماني بيدي ارض للمشايخ عشان يسكتوا، معفيه من الضرائب. اكتشف ان هم بياخدوا ضرائب من الفلاحين من وراه. راح واخد الاراضي بتاعت مسموح المشايخ كلها. لم 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 لم، ده اللي ايه غضب الناس منه زي الايام دي. بدا يزرع كويس. في الزراعه بقى دايما كنا في ابتدائي واعدادي نقول لك ايه، حول الري الحياض الى ري دائم. الى ري دائم يعني ايه؟ كان الاول بيجي الفيضان، الفلاحين كلهم مكسلين يعني ادي النيل اهو وادي الترع لما يغمر النيل كل ده يتغمر، فكان بيبقى لهم بيوت كده طول السنه عند الفيضان، يطلعوا في فوق. البيوت اللي بره الارض بيفتحوا بقى ترع والمصارف وبتاع، تتملي الارض تغرق خالص ينسحب الفيضان، ازرع واجني واقعد عليها للسنه الجايه. يعني زرعه واحده عمل كم من الترع الكبيره والريحات يقدر بحوالي يمكن 4000 كيلو بتفرعاتها. طب نقف عند ال 4000 دول ده عشان نطلع ايه؟ اوكي نطلع. فكرك بايه دي؟ الاغنيه دي يا اخي اتحفرت في وجدان الواحد، دي بتفكرني ب 30 يونيو على طول. على طول على طول ترجعك للاجواء الجميله دي. يعني انا شايف ان دي عمرو مصطفى، دي مصطفى كامل. مصطفى كامل ولا عمرو عمل قوم نادي على الصعيدي. يعني انا عايز اقول اللي عمله مصطفى كامل وحكيم والمجموعه كلها الحقيقه بيفكروني ببليغ حمدي لما راح على التلفزيون كده. يعني لما بتبقى الاغنيه طالعه من انفعال حقيقي وتعبير حقيقي، ما ده اللي كلام وغنى ومزيكا بتطلع بتعمل لما بيبقوا قاعدين بقى بينحتوا بيألفوها بيعملوا او يسرقوها من حته تانية يعملوها اغنيه بتاعتهم. والجو ده ما هو ايام يناير لما قالوا اغنيه الثوره يا بلادي يا بلادي، قلت لهم دي مش بتاعه الثوره، دي عاملها بليغ حمدي في الفيلم ايام بحر البقر، دي عاملها على حادثه بحر البقر بليغ حمدي. فقال لك دي اغنيه الثوره. ماشي. ماشي يا عم ماشي، وماله عم الثوره اللي عايز يعني. نرجع بقى لمحمد علي كان بيقول اربعه وايه. جه بقى كمان لغى الالتزام، الالتزام اللي هو ايه؟ انا في المحافظه الغربيه في كوم حماد، باجي اقول له انا هدفع لك ضرايب عن الارض اللي في كوم حماده دي واخدهم انا من الناس براحتي. يعني سيبني اخد اللي عايز انا، اللي انا انت وشطارتك بقى. في المقابل بيديني حته ارض ازرعها وانتفع بيها. هو لغى الالتزام من هنا وقامت ثوره الستات بالذات، يعني تقدر تقول اول ثوره نسائيه، مظاهره نسائيه
في العصر الحديث كانت عند الأزهر وإيه اللي مأهرهم ستات كتير عندهم التزام بيعيشوا منه. ما حتة الأرض اللي بياخدوها دي بيعيشوا منها غير الفايز اللي بيهبشوه بقى من هنا اللي هو اسمه الفايز. كويس؟ فقال لهم طيب هديكوا فرصة الجيل بتاعكم بس ولادكم لأ. هاخد نسبة من الفايز وانتوا تقعدوا على الأرض دي مدى حياتكم. بعد كده خلاص. والفايز ده لما هو بيجي المفروض الضرايب 20 أنا باخد 25. طيب أنت جمعت فايز قد كده أنا هاخد نص. فقصهم. بعدها مباشرة بقى من الفلاح لمحمد علي. عشان كده دايما في المناهج يقول لك ايه احتكر الزراعة والتجارة والصناعة. فواحد خواجة بيقول له قال له الفلاح المصري كسلان عايز يزرع وياكل انا عايز ازرع واصدر. هو ده الفرق. عنده قيراطين يزرعهم ملوخية وبدنجان وفلفل وكم متر هو عايز احتياجاته قد ايه بيشتغل على قد احتياجاته بيشتغل على قد احتياجاته. انا عايز اصدر. عايز يعمل ثروة زراعية. المهم بدأ يعمل ترع ومصارف ويعمل للفلاحين سوائي. يا عشان المسألة ويبتدي يجيب من برة تقاوي كويسة بقى. حاجات جديدة. يعني القطن هو في قصر شبرا ده الحقيقة الارض كلها اللي فيه كان عاملها معمل زراعي. يعني بيعمل زي عشان كده اتعمل مكانها كلية الزراعة. بس بوظوا القصر طبعا ربنا يسترهم يعني. فجي راجل خواجة بيزرع نوع من اللقطان كده كان جايبه من الهند لقاه طويل التيلة شجرتين ثلاثة كده قال له يا باشا القطن ده أحسن من القطن اللي احنا بنزرعه ومحصوله أحسن والفتلة بتاعته طويلة. راح مغير القطن اللي في البلد كله. خد بالك احنا لغاية قبل 52 كان في بورصة للقطن. وتجار القطن في كانوا العالم كله فرغالي باشا بتاع اسكندرية ده. فعمم زراعة القطن وبقى القطن من أكبر المحاصيل بتاعه المحاصيل اللي بتورد إيراد كويس قوي للدولة. كويس من المحاصيل مثلا اللي دخلت الجديدة اليوستفندي ده ما كانش موجود. والراجل يوسف أفندي ده كان أحد أفراد البعثة العلمية سنة 26 اللي كان فيها اسمه ايه ده الطهطاوي رفعت الطهطاوي ده كان رايح يدرس زراعة من ضمن البعثة. والطهطاوي رايح الإمام بتاع المجموعة اهتم بالفرنساوي قعد ياخد درس على حسابه وبدأ يجيب مجلات وجرايد والدستور. الراجل رئيس المدرسة مدير المدرسة بتاعت محمد علي بعت له قال له الشيخ اللي انت بعته بيدرس فرنساوي بياخد معانا وبياخد درس على حسابه بره وبيطلب مجلات والدساتير الفرنسية. ده بيهدي نفوس ولا ايه؟ قال له طب خليه يدرس ألسن ألسن من يومها دي وانا هبعت لك شيخ غيره. ودرس فعلا رفاعه طهطاوي الترجمه وجه كان صاحب بكورة مشروع الترجمه الاكبر في تاريخ مصر. فكان معاه في البعثه الاخ يوسف افندي ده كان مره على البحر على في بورسعيد لا يا ربي لسه ما كانتش بورسعيد في اسكندريه لقى بخره جايه وفيها شجر كده جاية من الهند جاية من شرق آسيا ومعاها سمر حلو قال لهم ده قالوا ده مندرين قال لهم طب اخد الاربع شجرات دول. جه زرعهم كان عندنا برتقان بس وقال له يا باشا الفاكهة دي انا جبتها دي اسمها مندرين. فقال له دي حلوة جدا ازرع ارمي مصر كلها ازرع فيها المندرين ده. قال له طب يا باشا نسميها ايه؟ قال له انت تقترح نسميها ايه؟ فيوسف افندي قال له نسميها طوسن لان طوسن كان لسه ميت يعني وكان ابنه الصغير وكان انسان رقيق كده كان زعلان عليه قوي مات عنده 20 سنه مثلا.
فقال له لا هنسميها يوسف افندي، واصبحت هذه الفاكهه اليوسف افندي. عشان كده تلاقيه اليوسفي. بس بيقولوا حاجه غريبه، ان قعد ناس في منطقه شبرا ناحيه القصر كده فلاحين كتير لغايه وقت قريب بيسموا اليوسف افندي ده طوسن. سموه ايه؟ طوسن. يعني الاسم شاع شويه. قعد استمر في حتت حتت كده. قعد على هذا الحال. اللي ساعده كمان الحقيقه في المحاصيل الجديده، اولا ما كانش مصر فيها بطاطس. بطاطا. بطاطس. بطاطس. هو اللي دخل البطاطس والبنجر. امال كان عندنا ايه؟ كان عندنا الحاجات التقليدية خالص، القمح والشعير والذرة والفول والعسل. خلصنا على كده. خد بيتزا. اللي اشتغل على الفاكهة بقى كويس قوي ابراهيم باشا. هو اللي دخل المانجا، يعني كل ما حد ياكل مانجا يقرا الفاتحة لابراهيم باشا. لأنه جاب مانجا اتزرعت في مصر طلعت أحلى مانجا في العالم. طيب ممكن أقف. الكنتالوب. البطيخ. لا لا مش الكنتالوب، الكوز العسل. الشمام سوري. الشمام. الكنتالوب ده يهودي. طيب انا عايز اعمل بس وقفه صغيره هنا. من اللي حضرتك بتقوليه محمد علي هو دخل القطن طويل التيله، ومن بعدها ما اصبح القطن المصري مشهور بطول التيله، واصبح اي حاجه من القطن المصري بيتباهى الجميع يقولوا ده قطن مصري. ايوه. لسبب او لاخر، بس هنحكي القطن طويل التيله اختفى. بس هحكي لحضرتك كم حاجه اختفت، لان الموضوع مش صدفه. الشمام اللي دخله ابراهيم باشا الاسماعيلاوي ده اختفى. الطويل ده. كوز العسل اختفى. ايوه. الورد البلدي ابو ريحه حلوه ده اختفى، اللي مكانه اسمه نسر دلوقتي. الطماطم الحلوه. الفراوله بتاعتي. الفراوله. ايوه. البلدي اللي كانت بريحه ديت وطلعت تاني. عمرك شفت فراوله بتعرق؟ او النعمه بتعرق. ازاي؟ الكبيره دي لو شوفيها والله الاختراعات دي ايام بلاش طعم على فكره. لا يا دكتور نظيف ايام لا طعم ولا ومقرفه شكلها مقرف لو بتعرق لو تبقى عرقانه كده. هي عشان المحاصيل دي بتجيب فلوس. لا يا هانم، انا تفسير حضرتك، انا تفسيري ان كل الامور ديت، ما هي هويه الانسان بتتكون من ايه؟ من النظر والسمع والشم والتذوق. لما اجي استأصل حاجات اساسيه موجوده للمصريين بتاعتهم عاشوا عليها سنين، اب وام، ده كان اللي بيجيب كيلو فراوله العماره كلها بتعرف من ريحتها. فكانت كل ده، ودلوقتي شغالين على المانجا، مطلعين جايبين مانجا جديده كده. يا ساتر يا رب. ولا لا طعم ولا لا حاجه ولا الكلام ده كله زي الكره الشراب. التجريف ما هو زي ما بيجرفوا الرموز هم بيجرفوا كل ما لا. ما هو الرمز ده برضه ليه عارف الطماطم بتاعتنا احنا، الطماطم البلدي المززه بتاع زمان، هي البلدي اللي ما كانش اللي مش زي الثانيه، ما فيش واحده اخت الثانيه. عارف فين؟ في ايطاليا. انا رحت من كام سنه لقيتها هناك. انا لا بس هم هقول لك بحاجه دلوقتي. انا الطماطم البلدي لما بتيجي تحطها في قفص وتنزلها السوق لغايه ما بتوصل لها وتاخرت بتتفعص، فهم جينيا بيلعبوا يعملها في قشره تخينه. يا هانم عشان انا تتحمل. انا ما عنديش مانع يلعب يعمل اي حاجه. لما ده اللي بيضيع طعم الحاجه. ابقي على الاصل. لا مفيش. طب اما ابقوش على الاصل ليه؟ صدفه ولا جهل ولا عمد؟ ممكن تلاقي يعني في اقاص الصعيد بعض التقاوي بتاعت الحاجات. مفيش تقاوي القصب الخد الجميل فين؟ لا خلاص راح. طب راح ليه؟ انتوا محدش. الاحمر عشان ما بيطلعش سكر كويس. يا ستي ده مش بتاع القصب، ده كان بيتعمل عشان احنا نمص ونعص ودمنا ويقع في ونبهدل ايدينا ودينا تبقى ملزقه، يعني هو كان عشان كده مش عشان حاجه ثانيه. ما هم عشان ما نوسخش هدومنا. يبقى عشان. لا انا اقصد اقول ان ده تم فعل فاحل. وبرضه مش لا والله هو اهمال. لا اهمال ما. طب انا هقول لك على قصه. يعني العمارات الفيلا الجميله اللي بتتهد. لا لا يا دكتوره يا دكتوره ده اهمال عدم رؤيه. في يا دكتوره في جزء اهمال وفي جزء ثاني. في مرة الأمير عبد الله الفيصل اللي هو كان رئيس شرف النادي الأهلي. واللي كان في وقت من الأوقات وزير داخلية السعودية زمان خالص. في مزرعته، أنا هذه الرواية سمعتها منه هو. جاب المعزة المصرية. قال لي تعرف إيه دي؟ قلت له معزة. قال لي لا تعرف إن دي مصرية؟ قلت له لا. قد كده عالية. وبتجيب حوالي 3 كيلو لبن أو 4 لبن. يعني تقريبا نص الجاموسه. وبرضه دي مش موجوده في مصر.
قال لي انا بعت في مصر لوزير الزراعه، مش هقول الاسم بقى، وانا مستعد ابعت لك 500 راس. قال لي ما ردش عليا. يا دكتوره في حاجات اختفت من عندنا، انا بقول لحضرتك احسبيها. اصل انا حد عايز يجيب لي مكسب ماشي، حد عايز يجيب ما اعرفش الايه ماشي، انما ليه تعدموا البذور الحقيقيه؟ ليه تخفوها؟ ليه تضيعوها؟ هي اهملت مع الوقت، بس اظن ان في، لا اتحدى اي حد يجيب لي شجره ورد بلدي دلوقتي، بلدي مش النسر. هيقول لك انتاج العادي اللي هو اللي ملوش ريحه، ما هو النسر ده اسمه، ده اسمه النسر. فين بقى ده انتاجه اوفر وارخص؟ يا سيدي انا مش عايز اوفر، انت اعمل الاوفر. انت ليه انت ليك مصلحه في الموضوع؟ امال عماله بتاخدين ده؟ هي المساله، ايه رايك مش هتشرب شاي؟ هي مساله تجاره والله. لا مش تجاره، زي ترامب كده. لا مش تجاره، مش تجاره. المساله لو هي تجاره يا دكتوره ما تبقاش، ما تخفيش البذور الاساسيه، لان ده العيب. طب حتى في كل بلاد العالم بيحتفظوا بالحاجات دي عندهم في الثلاجات، ده تاريخهم، ده هويتهم. طب ما نسأل وزير الزراعة. حضرتك مش نايب اسأليه. انت كل شوية هتقلب عليا المواجع ليه؟ يعني انا الحسن انا راجل مواطن، انما حضرتك نايب يعني. ايوه. نرجع تاني للزرع بتاعك. نرجع تاني يا باشا. فاللي حصل ان كم الترع اللي اتحفر بقى الارض بعد ما يمشي الفيضان، الترعه مليانه، اقدر ازرع بيها مره واتنين قبل الوقت اللي بيقولوا عليه دلوقتي السد الشتوي. كويس. جه كان عنده مشكله، وده اللي خلاه كان هيتجنن ويعمل القناطر، ان فرع دمياط اعلى من فرع رشيد، عامل مشكله هناك. فاللي بيجي الميه تجري على رشيد وتقل قوي في دمياط. لما تقل في دمياط ميه البحر تبتدي تسرح تخش على النيل تملح الارض. ودمياط دي هي ورشيد مكان المصبين كان بيتزرع فيهم الرز ايام الميه بقى. يا خساره يعني، ايام المايه ما كانت كتير. الاول كان في سد صغير على ترعه موصله من دمياط لرشيد. كل ما حد مزاجه يهف عنده قراطين كده عايز يروي بيروح كسر السد. فقعد يبني في سد 6 سنين، سد جامد قوي قوي، نشف الترعه دي خالص عشان ما تاخدش ميه فرع دمياط تنزله تدقلجه على فرع رشيد. اتظبطت شويه الموضوع. عشان كده هو عمل مضربين رز، واحد في دمياط، وده اللي حكايه ظريفه قوي، وواحد في الرشيد. اول مضارب رز كبيره تتعمل. الترع بقى لما عملت زي شبكه في الارض بقت مخزن ميه من الفيضان للفيضان، تتملي وتفضل شايله الميه لغايه الفيضان. ده الري الدائم اللي عمله محمد علي. انما اكتر من 2 مليون فدان زراعه جديده اتعملت، اضافهم. القناطر كانت هتوصل ال 2 مليون دول ل 5 مليون. كان هيعمل القناطر على الفرعين الاول ويقفل على رشيد ويدي دمياط. وبعدين كان المشروع فيه كذا مره نحس كده، مره بس هو تم، بيجي طاعون ومره معرفش جه فيضان جامد، لغايه ما الخواجات الفرنسويين جم يقولوا له ايه، عايزين جم مع ديليسيبس نعمل قناه السويس. كان فكره قناه السويس ازاي بقى؟ مش كده، مش الحاليه، انه ينزل من اسكندريه فوق بقناه بالطول تعدي النيل وتنزل على البحر الاحمر. دي الفكره الاولانيه. يبدو ان خواجه ديليسيبس ده سرق فكره السان سيمون، لان سان سيمون قالوا لا، من البحر الابيض للبحر الاحمر. جم علماء الحمله الفرنسيه قاسوا مقياس غلط، قال لك لا، واحد فيهم اعلى، البحر الاحمر اعلى، ما اعرفش بكم متر هيعمل شلال. سان سيمون جم قاسوها قالوا لا، الحسبه دي غلط، فرجع غير بعد كده الفكره. انما لما جه قال له يعني انت، عرض على محمد علي قال له انت عايزني اعمل
ترعى دولية في بلدي والمراكب تمشي من جميع أنحاء العالم رفع العلم بتاعها، ده أنا بلدي تروح مني تاني يوم. ورفض الكلام الفارغ ده، قال لك ووصى ولاده قال لهم لو حفرت قناة سويس مصر هتحتل، وقد كان. قال لهم الاحتلال هيخش مصر من قناة السويس، وهذا ما حدث مع عرابي بالملي. الراجل كان مخه سابق. المهم قال لهم النبي بدل ما تقعدوا تلعبوا في الكلام الفارغ ده اعملوا لي اعملوا لي القناطر. قالوا له خلاص يا باشا، لقينا المكان هو بطن البقرة اسمه عند الزاوية بتاعت الدلتا. هو يا عيني حضر وضع الأساس، حجر وضع حجر الأساس والحفلة الكبيرة قوي. التنظيم بقى اللي عمله إبراهيم هو اللي مسك الحدوتة دي، دخل فيه مجندين من الجيش، وده كان أول عمل مدني يعمله الجيش المصري. دخل عمالة من الجيش تنظم وقيادات من الجيش تنظم. وفي بقى عندي في كتاب لسته بعدد الخيام، بعدد الناس اللي هتنام في كل خيمه، باجر كل عامل، بالوجبات اللي هتيجي، يعني لا بقى كان عبيد ولا بتاع ولا الكلام ده. ده اللي حصل بنية القناطر اتبنت بقى، خلصت في ايام سعيد، قعدت كتير يعني، قعدت ايام ابراهيم لغايه ما مات. وعباس الاول الكام سنه كان خلص منها جزء، افتتحت في ايام سعيد حوالي بعد 6 سنين من موت محمد علي. القناه الخارجيه بالارض بقى الجميله اللي كانت حواليها دي، بطن البقره ديت الحته اللي بتقول عليها دي هي القناطر. القناطر بعديها بعديها بحوالي 500 متر. ايوه هي دي بطن البقره دي. فاكره دندره؟ المركب بتاع ايوه دي في الخمسينات، الخمسينات الباخره اللي كانت شايله، كانت من بتاع نقابه الزراعيين. ايوه ايوه الباخره كانت شايله، فطلع ان شايله حموله كتير في شم النسيم. ففي اليوم ده مشي الرالي، فالرالي لقي اول ما قرب من عند بيبقى اول ما يقرب من ناحيه القناطر يعني من ناحيه السحب السحب الاول لا ما كان ما حدش بطن بره ده. انا هقول لك ايه اللفظ ده ايه. دايما لما تقربي من ناحيه الكوبري على بعد 500 متر تحس السحب بقى جاي. فالراجل حاسب ده، فقال انا الحموله معايا زياده، هركن ننزل شويه واودي الناس الجناين ورقه. فلما جه يركن حظه الاخبر راح في الحته اللي هي بطن بطن البقره، لان دي الحته اللي كان باخده منها الطمي عشان يعملوا طول. المركب لما غرقت تخيل ما كانش باين منها الا العلم، يعني كل المركب دي اللي هي دورين ديت والعلم اللي فوق ده كله، مع انه على الشط ده، هو غرق على الشط يعني مش غرق في النيل، ده هو غرق على الشط وهو رايح. فالناس كلها كعاده البشر بقى، فكله حصل ذعر كده، فكله راح الناحيه واحده، راحت مايله، راح هوب الريت بتاع، فالبتاع وهي جنب الشط كلها غطست، راح فيها فغطست بقى. حظه الاخبر انه راح على الحته اللي هي اوطى حته اللي هي مثلا 30 40 متر هنا، اللي هي بطن البقره دي. هي دي دي يعني مات فيها نمت من ايامها. كان يعني المثل اللي طلع يقول لك والله لا خليها دندره النهارده. هي كانت كده، محدش عارف المثل ده منين على فكره، من الجيل الصغير، لان انا واعي عليها اتكتب في الجرايد كتير قوي ايامها. طيب على دندره. طيب نسيب بقى، نستنى من دندره دي ونطلع فاصل على ما نطلع فاصل على ما نخلص الشاي. اوكي يلا يا عم. طيب ده التصريح بتاع الدكتور ده حلو قوي. هو قايل جمله في الاول الحقيقه عجبتني جدا. يعني انا كنت ماسكه حفيدي النهارده بانبه عشان مش عايز يذاكر عربي، بيقول لي انا ما بحبش العربي. فقلت له على فكره في ناس كتير قوي بتتكلم انجليزي في العالم، بس اللي بيتكلموا عربي قليلين. يعني على فكره اللي هيتميز في المستقبل هو اللي بيتكلم عربي. بص يا دكتوره، العربي عندنا راح يا استاذ. بص يا دكتوره، بص يا دكتوره، العربي راح. اللي احنا لو استمرينا على اللي احنا فيه 10 سنين هيبقى العربي ده لغه تقرا ولا تكتب. انت عارفه ليه؟ ايوه عارفه الروح العربي يرجع بيبتدي بايه؟
ان يلغي النحو من الابتدائي عشان عشان الواد ما يقراش العربي زي ايامنا زي ايامنا. وبعدين يعمل حصه الخط تاني. ايوه لو كاتب جمله الحقيقه عجبتني جدا. بيقول لا توجد دوله في العالم تدرس بدون لغتها، والواجهه الاجتماعيه ان الطالب يرتن عربي وليس انجليزي. هذا الاختراع احنا اللي عملناه، هنعلم طلاب لغه عربيه وهنديهم تعليم جيد وننافس المدارس الخاصه، والكتب هتتكتب في اول 6 سنوات بالعربي. وعنده حق، انت لما تاكد على اللغه العربيه في الست سنين الاولى تضمن الطفل بيتكلم. تخش بقى على اول اعدادي اديك انجليزي في جميع مدارس. طب يا ست اللي انا عايز اقوله، ما كنا كده يا استاذ ابراهيم. يا ست بس انا عايز بس اقول على حاجه، ما انا عشان العيال ما يكرهوش العربي او ما حدش واخد باله، ما هو لازم برضو سيد الوزير واي وزير. لا ما لازم في شغل في المناهج طبعا. يسمع، لا لا اقصده نخلي بالنا في وضع المناهج. هما ليه العيال كرهت العربي والعيال بتعيط والستات من النحو، من النحو اللي موجود في سنه رابعه وخمسه دوت. انا اديله نحو دلوقتي ليه؟ ما المناهج لازم تتغير طبعا. ما هو ده اللي لازم الست، ما هو لما بيتكلم انا عايز في الست سنين يدركز معناه انا عايز يديله نحو في الست سنين. فاكر الفيلم بتاع نجيب الريحاني؟ أيوة. بتاع غزل البنات. بتاع ويالوك ويالوك ويالوك. انيل منه دلوقتي. ده الراجل بيشتكي سنه كام؟ سنه 49 من نطق العيال في الابتدائي، فما بالك دلوقتي. طب ما هو يا دكتوره بس الفكره كلها، انا نخلي بالنا ان انا في العربي بخلي الواد يحب العربي بحاجه، اديله الحاجات ببلاش اعقده. لازم تغيير مناهج. لو عملت الاعراب، لو اداله النحو، النحو والصرف ده في 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 الخمس سنين اول سنين هيضيع الدنيا، اديله في الاعدادي. اديله ده في الاعدادي بعد ما يكون الولد. والله النحو ولا له لازمه، انا ما خدتش نحو في اعدادي. ما هو تعرف انا ماليش دعوه بقى خدت نحو. انا فاكره في ثانوي خدنا ان واخواتها وكان واخواتها. كان بقى ولا ان. انما كنا بنقرا جرايد ومجلات. أي بس المصيبة. انا لا، هي القضيه يا دكتور مش القرايه، القضيه الكتابه. طلعوا الولاد مش عارفين الالف ده فوق السطر ولا تحت السطر. اللي الغى حصه الخط من المدرسه المصريه يجب ان يحاسب. لا مفيش كتابه خالص ولا خط ولا غير خط. ما هي كان الحصه. طب انا على ايامي وايامك كنا بناخد درس العربي وبنروح نكتبه كم مره في البيت؟ 10 مرات. لما كان الدرس اصلا مثلا 7-8 اسطر نكتبه ونحط خط ونكتبه ونحط 10 مرات. هو ده اللي بيعلم، هو ده على فكره اللي بيخلي التعليم الفرنساوي احسن، الكتابه الكتير. طيب ما هو انا القصد ده لا مش موجود. طيب انا ما هو لما الطفل يطلع من صغره مش عارف الالف هو ولا تحت، وبعدين اديله نحو. يا عم نحو ايه ده، هو كره الحدوته كلها ولا هيعرفه ان شاء الله ما عرف الالف. ولا بيقرا ولا بيكتب. ما هو دلوقتي في طفل بيقوم في الفصل يقرا، لا يمارس اللغه لا قراءه ولا كتابه. هو بقى انا هو يشيل النحو والله العظيم يحطه في ثانوي والله العظيم. اعدادي انا احطه في اعدادي، ما اعدادي يكون انا يعني عشان ما اضغطش على الاعصاب. انا اللي عندي في اولى في ثانيه ابتدائي بياخد هما وهم وهؤلاء وهن اللي هي اسماء الاشاره. هو لسه مش عارف يقرا. بياخد حاجة تاني لا ولم ولن في النفي، ويبتدوا يدرسوا له ده. بس هم لأنهم انترناشونال فبيدوهم الحاجات مخففة شوية، فهم بيبتدوا على بقى يحيى اللي في سنة 5 طالع عينه بقى. لا هو بياخد العربي بتاع الحكومة نصه بياخده هو. لا مش كله. بياخده امتحانه والله بيمتحن فيه هو. مخفف لهم المناهج قوي في الام اي اس دي. على اي حال انا اللي انا عايز هو لازم بس يقول لنا. هروح بقى البرلمان واسال لجنه التعليم، يا جماعه انتوا بتتصلوا بالوزير، خلي الورقه دي معايا. هل في اي انباء عن تغيير مناهج؟ لان مناهج الدراسات دي كارثه. لا وكمان هنعرف هتلغي تجريبي. طب انت هتلغي تجريبي ليه؟ هو هيدخل لو هي عشان اللي بقى بفلوس يا فندم. هيدخل التجريبي في النظام كله هيبقى نظام واحد. عايز كل ابتدائي ما ياخدش كلمه انجليزي. انت عارفه ديت ميزه بس عارفه الخط بقى. هو انا طب انا ممكن اديله لغه عربيه على فكره يا استاذ والله هتنفع. عارف ليه؟ لا استنيني بس. كنا العلوم بالعربي، الحساب بالعربي، العربي بالعربي. يا ست الدكتوره بس استنيني. خلي بالك ان الطفل تعليم ومهارات التعليم عنده في السن الصغير هايله جدا فيما يخص الحاجات دي. ايوه انا اعلمه العربي السهل واعلمه الانجليزي السهل، ف
في المرحله دي. لا هو فكره انه يلغي الانجليزي خالص من الابتدائي. هم هو قالوا حاجه، قالوا ان قدره الطفل على استيعاب لغتين وارده، انه يستوعب لغتين، بس لو انت ركزت في المرحله الست سنين الاولانيين على لغه واحده وبعدين دخلت له بالثانيه، ده علميا يعني بيخليه اكثر استيعابا. يعني انا بخش اقول اعدادي وانا تمكنت من العربي، بعرف اكتب واقرا. احنا بيطلعوا النهارده، مش عايز اقول من الثانويه العامه، عندهم غلطات املائيه بشعه. هو الغلطات الاملائيه بتيجي جزء منها مرتبط بالنحو والصرف والكلام، وجزء منها انه مش عارف الهمزه تحط فين وايه اللي له همزه والحته. حد من الاعداد في البرامج يعني بعت لي، انا يعني خدت عهد على نفسي اللي هيبعت لي رساله فيها خطا املائي مش هرد عليه. فبعت لي حضرتك حضرتيك ت ي ك، قلت والله ما انا رده وعملت بلوك. فعلا شيء محزن، ده انت راجل اعلامي المفروض. لا ما هو مش ذنبه، مش غلطته، غلطه. فهو ليه حق يعمل ده على فكره يعني. انا رايي طيب انا موافق على ده. نسال في الحكايه دي. طيب نشوف بقى الحكايه. الاستاذه رباب محمد بتقول كل سنه وانت طيبه، بتقول كل سنه طيب. المهم انت طيبه، انت طيبه، بتسلم على حضرتك وبتقول كل. عايز اسال الدكتوره سؤال. الاخوان طالعين في قنواتهم بيقولوا لو النظام عايز مصالحه لينا شروط، وفي الجزيره بتاعتهم. المشكله الناس دي عايز اعرف بيفكروا ازاي، هم فعلا زي ما بيقولوا عايمين في ميه البطيخ ولا ده لس نبض ولا ايه؟ لا دول اللي بياكلوا البطيخ المحقون بقى اللي بيقولوا عليه. لا انا بصراحه انا بغلطك، ما تتفرجيش على قنوات الاخوان، ما تديهمش اشاره بس واحده. هما بيحاولوا يعملوا بلبلة. هقول لك على حاجة يا أستاذ إبراهيم، أنا لقيت رسالة تريقة على الرئيس خاصة بالرز، كويس؟ يعني الرئيس واقف بيقول والله اللي لقيه بيعمل محشي لأمسحه من على وش الأرض، كويس؟ بص فوق الرسالة كده هتلاقي مش عارفة إيه، تحالف إخوان بورسعيد. احنا عايزين ناخد عهد، كل الرسائل اللي تجيلنا فيها تريقه على الرئيس او على الدوله او على او فيها خروج على الادب. أيوة العامه. لا سيبك من الادب، ما هو بيعملوا حاجات لطيفه، بلاش نشيرها من باب الضحك ان هو ده هدفهم. بلبل واسخر، ما هي ثوره يناير طلعت بتعمل ايه؟ ده كان من مبادئ اللي اتعلموه في عملية أوتبور دي. فاكر أوتبور دي الفيلم الرهيب ده؟ السخرية من الرموز بشكل أساسي، وده اللي عمله باسم يوسف. نفع مع مرسي، جه بقى يطبقه بعد مرسي كان على دماغه، ما نفعش، ما حدش قبله خالص. فالفكرة نظام التريقة، أنا بديك جرعات بسيطة 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 لغاية ما بيبقى ده العادي، وده شيء خطير جدا. فتعالوا نتفق على الحكايه دي، لحد يسمع قنواتهم ولا يفتحها ولا يديهم اشاره بس واحده ولا نشير النكت بتاعتهم او اي نكت فيها سخريه، ده مش حلو عشان ولا لينا ولا لينا احنا، نفسيتنا احنا هتنضر، احنا لا نكتئب على فكره. فسيبك يعني، هم طبعا حاجه غريبه جدا، قال لك لو هنصالح لينا الشروط. دي نكته تحس ان احنا رحنا عيطنا لهم تحت البيت. حنان حافظ بتقول لحضرتك يا ريت رايك ايه في احتفاليه الاسكندريه، وده هيعود على مصر بايه من الانجازات، خدت بالك؟ اللي هي ده العوده للجذور. لا بتاعت قبرص اليونان. انا شايف دي جميله جدا. انا شايف انه والله شبرا كان نصها يونانيين والظاهر. عارفه يا دكتوره؟ واسكندريه. عارفه العمل ده واللي فكر الفكره دي، انت النهارده يعني انت اللي كان الجزء الاولاني السياسه ومصالح وحاجات اللي هي بتاعت السياسه. احنا خدناها دلوقتي الشعب. أيوة. الحاجات الشعبيه، وده اعظم تواصل واعظم. ده من زمان قوي على فكره. لا انا اقصد اقول حلو قوي اللي عملناه ده. لان ده اكثر اصل، وده بيجي بحاجات القوه الناعمه يعني. دي الحاجات. عارف ده من امتى؟ انا لقيت كتاب قد كده
كل ما اقرا في المراجع اقول الاقي مرجع اسمه ايه، نيكولا الترك. يا اخويا نيكولا الترك قعدت ادور في سور الازبكيه ما جبته، واكتب قد كده بيتكلم على نهايه فتره الحمله الفرنسيه والسنتين اللي قبل محمد علي. ففي الوسط كاتب ايه؟ قهوه ياني او خماره ياني. شوف من امتى؟ 1804. اللي جريج موجودين من امتى؟ فاكر انت جمهوريه زفته؟ كان اشهر تجار قطن كان كرياكو. المنصوره كان فيها ده اكبر ده كبيره جدا المنصوره. منصوره ومدغمر كان فيها قهاوي يوناني ومحلات يوناني، واحنا في شبرا بتوع الجيلاتي والمخابز والحلويات كل ده. انا الفكره ان انا افكر الناس دي بده، ارجع الثقافه دي. فهو ده خطوه حلوه. انا بتكلم لان ده التلاحم الشعبي، هو ده مش لكده، ده بيرسخ وبيقوي. يعني هي فكره هايله جدا، ده قوي طبعا جدا. الاستاذ خالد محمد بيقول يا دكتوره يا ريت تسلد تريد العمال من ايام الفراعنه في بناء المجد والحضاره الفرعونيه حتى عهد بناء قناه السويس الاولى والثانيه وقناه الدلتا وغيرها من انجازات العمل المصري. ده انت عم خالد ده عايز اربع سنين، ده انت اربع سنين مين؟ ده انت عايز 25 سنه ونص. انما نبقى ناخد مثلا حاجات الفرعونيه، ناخد حاجات كده. استاذ محمد ابراهيم بيقول جاي يسلم عليك. طبعا نظام الزراعه ما احنا اتكلمنا، هو ده احنا شغالين فيه يا عم محمد، هو بتاع محمد علي، ان السؤال ده كان من زمان ورجع تاني. هو ما هو رجع تاني اهو. انك تزرع بالمليون فدان. من الحاجات المهمه بقى ان كان جه الفلاحين، ده اللي قايله الجبارتي، بقوا يشيلوا الخص والكرنب والقرنبيط ويمشي يبيعوا ويقولوا ايه؟ كرنب الباشا، خص الباشا، قرنبيط الباشا. مش بتاع ملتزمين بقى، ما احنا مننا ليه؟ بدا بقى لو جاله تقاوي معينه حلوه في حاجه معينه يوزعها على محافظات مصر كلها، يبتدي يزرع هنا وهنا وهنا. مره كان ياخد الحصان وينزل كده، لقى على الطريق حته ارض صفراء. القريه دي قريه مين؟ فين العمده اللي هنا؟ جه قال له الارض دي بتاعت مين؟ قال له بتاعتي. قال له كمان انت سنه والعمده؟ طب قدامك اسبوعين وهجيلك، لو لقيتها صفرة كده هحفر وانزلك تحت واردم عليك. كان بينزل بنفسه. دي فكرة بقى انك كل حاجة كان بيعملها بنفسه. وصل الى كمية الزراعة اللي في مصر، عملت الثروة الزراعية. مصر اولا بلد زراعي، وثانيا تبقى بلد صناعي. يعني يقال ان المحله دي بتزرع بتغزل الكتان، فيها صناعه كتان وحرير قبل ما القطن كمان يتزرع. محله من زمان وهو بدا يصنع في المحله، جه طلعت حرب صنع في المحله. يعني المحله دي كانت من قديم الزمان ليها مصانع غزل. هي وسط الدلتا، فانا لو زارع قطن زارع حاجه فانا بتبقى انا المكان الاوسط. هي الفكره كانت قبل القطن كانت شغاله على الكتان، يعني على كتان على حاجه عشان والحرير. مكانها عشان مكانها زي اخميم كده. طيب ما دام حضرتك ذكرت الحرير وانا بقى عندي هو عمل مشروع حرير يا عيني، بس يقال انه ما كسبش قوي. زرع 3000 شجره توت وقال لك يعني هي كيمياء اللي بيعملها الصين واليابان، انا هعمل حرير. بدأ يجيب دود أز ويربي على الشجر. قال لك طب مين اللي اتعامل مع خيوط الحرير دي؟ وبعت ناس في نفس الوقت اللي بيزرع فيه الشجر وبيجيب دود الأز، يبعت ناس تدرس حكاية صناعة الحرير وطباعة الحرير كان دايما الدراسة للمشروع. فقال لك العمال هتبقى ايديهم خشنة، هينسلوا الحرير. نزل الستات للعمل في مصانع الحرير لأول مرة في التاريخ. دي ما حدش يعرفها الحكاية دي. جاب الستات قال لك إيديهم ناعمة. وبقى يدوهم أجور كويسة عشان يوافقوا، واشتغلوا فعلا في المصانع. طبعا كان متوقع منه كميات ضخمة
ما وصلتش للمرجو منه. طبعا الخواجات كانوا قاعدين يسلخوا زي دلوقتي بالظبط. طيب الحرير ده بقى عايزين نتكلم بقى فيه، لان انا بقالي 3 4 سنين بحارب وبحكي. انا ذاكرت الموضوع ده كويس. عايز بس اطمن حضرتك على حاجتين. وزاره الزراعه عندها جهه متخصصه في هذا الموضوع، والمركز القومي للبحوث، ناس ضيعوا عمرهم في هذا الموضوع، دراسات واخدين ماجستير ودكتوراه في دوده الاز وشجره التوت والكلام ده. وصلوا ان هم حتى وصلوا عاملين دكتوراه ان شجره التوت دي لو رويتها بميه المجاري ياثر على خيط الحرير؟ لقيوا لا. تمام؟ انا لما سالت، فانا بقول لحضرتك تاني اهوت، لان الموضوع ده وبقول له باعتبار حضرتك ميه صرف يعني النايم، انا ده بتكلم على ده يعني، انا هقول ليه. الدوره بتاعت دوده الاز 35 يوم. ال 20,000 بيضة ب 1100 جنيه. شرنقة. ب 150 جنيه. اللي هي الشرنقة. لا البيض، البيض. البيض نفسه بيتباع. وزارة الزراعة جايباه وهنا بيتباع هنا. ما كنا بنشتريه زمان. لا أنا حضرتك احنا كنا بنشتري الدود. إنما أنا بقول لك البيض، البيض. ال 20,000 بيضة ب 150 جنيه. ال 20,000 بيضة ياكلوا ورق 10 شجرات في ال 35 يوم. سبحان الله. إن المصدر الوحيد للحرير في العالم هو دودة الأز. شجرة التوت. ودودة الأز. والغذاء الوحيد في العالم لدودة الأز شجرة التوت. أدي العلاقة. شجرة التوت بتقدر تغير ورقها في شهر، يعني الورقة اللي تاكل ده يطلع بعديه بشهر ورق تاني، فالشجرة تشتغل شهر وتنام ايه؟ شهر. الشرانق اللي هتطلع من ال 20,000 بيضه دول بعد اللي يموتوا الكلام ده كله، الشرنقه مهدوده اول ما توصل. كنا بنجيبها لغايه ما تشرنق. هي بتشرنق، بتبتدي تفرز حرير حوالين نفسها. أيوة. بتخش جوه بتموت. بس هي بقى بتموت وتخرم، قبل ما تخرم بيموتوها يحطوها في الشمس عشان ما تخرمش، عشان ما تقطعش الحرير. الشرنقه دي 1200 متر حرير. لا والله. اللي هي قد السودانيه دي، اللي هي قد الصابع كده. لا هي كبيره، 1200 متر. طب بتفكوها ازاي يا جماعه الخير؟ طلع انه لا، بتحط في ميه طريقه معينه يعني تتفك، وبعدين بيتعمل، وعندنا ناس اللي بيعملوا الكلام ده كله. في جزئين هنا، في عمليتين تجاريتين في المساله دي. العمليه الاولى اللي هو هيربي. ده معناه ان كل 35 يوم هو بيبيع البتاع ده ب 1100، يعني كسب 1000 جنيه في الدوره. كسب 1000 جنيه في الدوره في ال 35 يوم. ايوه. شرط ان يكون ورق التوت ده متوفر. انا كلمت السيد محافظ المنيا سوهاج الحالي. ليه؟ عشان اخميم في سوهاج. واخميم من ايام القدماء المصريين، فانا عندي القاعده اللي هشتغل عليها. قلت، فانا سالته سياده المحافظ، قال لي احنا عندنا النيل 125 كيلو قدام، فنقدر ازرع في جرف النيل. عشان ما اخدش ميه، عشان ما استهلكش ميه. وعشان ما ازرعش في ارض فاستهلك ارض، ولو خدت الارض الواحده هاخد له ميه على الحف. فانا عندي على الحف هياخد من نشا. لو كل مترين شجره هزرع 125 كيلو. عمل كده محمد علي في طريق شبرا. فانا حامل بقى 125 كيلو كده، وعندي قدهم ترع ومصارف نازله من النيل كده. وعندي 600 فدان غابه شجريه كانوا بيزرعوا شجر بيعملوها بالمجاري. كل ده ممكن نزرعه شجر توت، مليون شجره مثلا. طب ما يتعمل مشروع عندهم. ما احنا عمالين نقول اهو. لو انا قلت للمهندس خالد عبد العزيز، قال لي مستعد اعمل معسكر عمل نزرع الكلام ده كله، كله موافق، بس عايزين نعمل حاجه ما حدش بيعمل حاجه. حاولت بقى السيد وزير التنميه الحالي والسابق ان انا اقابلهم واتكلم معاهم. لا، انت عايز مستثمر. مش عايزه مستثمر، مش عايزه فلوس، مش عايزه حاجه. طب ما الدوله تعملها. ما احنا ما حدش في الدوله اصلا. انت ما هو مش الرئيس قال خارج الصندوق؟ طب احنا سياده الرئيس عاملين نقول لك على افكار خارج الصندوق، ولا حد من الوزاره بتاعتك بيسمع حاجه؟ ما ده اللي بنقوله. تخيلي بقى المكسب الاولاني ان انا العائله، احنا الدوله وصندوق تحيا مصر بيضطر يدي للارمله والحاجات دي جاموسه عشان تعينها. الجاموسه تاكل ب 40 جنيه في اليوم. الجاموسه لما تطلع لبن مش هتطلع في ال 35 يوم 1000 جنيه لبن. لا. يبقى انا لو بنساعد يعني، دي ممكن ما تخليش عائله فقيره، اللي الاطفال بيربوا الكلام ده، بس المهم توفر شجر التوت. احنا كنا واحنا في ابتدائي بنجيبه ونربيه. احنا بقى لو عملنا مليون شجره، دي حاجه. الحاجه الثانيه، وقلت ده كان الوزير التنميه
الدكتور هشام الشريف وزير التنميه السابق، قلت له يا دكتور انتوا ليه ليه المحافظين بيزرعوا شجر الفيكس بياخد ميه كتير؟ طب ما تيجي نخلي الشجره القوميه شجره التوت، يا ريت، لكي يكون متناول كل حد. يعني الفكره كده. وعلى فكره الشتله رخيصه وثمنها رخيص. تطلع في قد ايه؟ لا لا لا، ما تطلع انت شجر التوت، انت لما تزرعيها في سنه تبقى هتدي لك الفيلم ده كله. لا والله، الشجره عافيه جدا. عافيه جدا. القصد يا دكتوره ده الجزء الاولاني بقى، بتبقى عريضه. الجزء الاولاني ان انا الولاد هيقدروا يعملوا لهم 3 مرات أو 4 دورات في السنه ب 4000 جنيه، فما بقاش في بيت فقير. الجزء بقى الهام الحرير بقى اللي هنشتغل. الحرير بياخدوه بيطلعوا الخيط وبيغزلوه، هنبتدي نعمل نول في كل بيت. ونعمل نعيد تدريب تاني، واحنا على فكره بنات الصعيد دي هايله. انا النول في كل بيت، انا مش عايز اعمل مصنع، نول في كل بيت عشان يبقى كل بيت فيه مصنع. لو عملت مواصلات ولا عملت النهضه بتبدا بالقرية. المتر الحرير الطبيعي في السجاده ب 20,000 دولار. بيتعمل في شهرين. انا بقول لك دارس الموضوع من اول. ايوه، الشنوار اللي بيجيبوه حرير ده ويقعدوا يتمزروا بيه. لا الحاجات، انا القصد ده مشروع. شغلت المراه والشباب وشغلت اي حد وما زحمتش الدنيا وعملت مشروعات. انا مش فرصه العمل بيقولوا ب 350,000 جنيه. فكره حلوه جدا والله. 350,000 جنيه عشان اوفر فرصه عمل. المصانع اهو، ده مصانع في البيوت. هشوف بقى محمد علي يفكر فيها من امتى. طب احنا بقى النهارده، انا اللي غيظني بقى والله العظيم بقى لي 4 سنين لما دلوقتي انا قربت، انت عارف اللي بنظموا المرور في الشارع، ممكن اطلع في الشارع بقى طول النهار كده حبه كده. يعني ده موضوع، يعني انا يعني ليه ما يتعملش ده؟ يا ريت يا ريت فيها والله. في انت مش نايب؟ انا نايب. ده طب ما تقول لنا. هو انا النهارده بس كنت تعبان عشان مستنيه العاصفه، انما بعد كده ببقى نايب كويس قوي. طيب ربنا يقويكي، ربنا يقويكي. الاستاذه فريده كامل بتقول بتسلم على حضرتك وبتقول كيف نقضي على الفساد والكسر في المحليات؟ اقترح كل حي يكون مجموعه من اهل الحي متطوعين يساعدوا الحي في طريقه حل المشاكل، لان اهل الحي هم اللي عارفين مشاكلها. لا احنا يبدو هنعمل تاني لجان شعبيه. اسم مجلس الحي ده نحس. احنا نغيره. نغير الاسم، نعمله حاجه تانية خالص، نسميه بطاطس، اي حاجه. مجلس الحي ده بص مشكله في جميع محافظات مصر. وفي مجلس حي اسمه مجلس حي؟ مجلس الحي. اللي هو رئيس مجلس الحي، نائب رئيس مجلس الحي، الموظفين اللي بيشتغلوا في مجلس الحي. لا مشكله كبيره قوي، انا مش عارف حلها. مش تقول لي انا في المجلس انا مش عارف حلها، غير ان انا الغي المشروع ده عن مشروع تاني، الغيه اقفله واعمل حاجه من اول وجديد على نظافه. بكلمك بجد، في مشكله جامده. فكره المحليات يعني. لا لا، فيها مشكله جامده جدا لغايه دلوقتي. طيب شوف الرقابه الاداريه شغاله قد ايه، وما زال في ناس بترتشي جامد جدا جدا. عارفه ليه؟ عارفه ليه ولا مش عارفه؟ لان انا في حاجتين. ما هي الحكومه مش يعني اللي هم الحكومه دي، حكومه من زمان يعني، اي حكومه اصرار على ان كان موظف الحكومه يبقى مرتبه قليل. ما تفهميش ليه؟ يعني ده الكلام ده على فكره دي فلسفه من زمان قوي عندنا. والله في بقى اغنياء عندهم ملايين وبيرتشوا. مش القصد من ده. انا اوصلته بصوره او باخرى ها للحوجه، ان هو يمد ايده للحوجه دي، لان في ناس اصلا هو مش حرامي ومش وزميته ومش فسدان، انما طب هيعمل ايه؟ وممكن يكون هو في المكان اللي هو فيه ده راجل وراجل محترم ومربي عياله كويس جدا وعنده ضمير يعني هايل جدا، انما بياخد ايه؟ يعني انا بكلم زمان كان بياخد 300 جنيه ولا بتاع وعنده ولاد ومدارس ومش عارف ايه. شوف يعني بعد كل الزيادات دي هتلاقي مرتبه كام؟ ما انا ده اللي اقصده. اقول انتوا وديتوا المبلغ ده اللي بيجي بقى بصوره او باخرى بنسميه رشوه وعلى سبيل الرشوه، المشكله بقى انه دخل في ميزانيه البيت. ايوه فهمتي؟ بس هو ده الموضوع. زي الدروس الخاصه. اهو كده. فبقت مشكله يعني. الاستاذ ابراهيم راغب بيقول لي انت صحفي واعلامي، سؤالي امتى هنشوف اهتمام دائم باللغه وادبها زي زمان ايام الاولى والثانيه والاذاعه؟ انا عندي كتاب هبجيبه لك مره تتفرج عليه، اسمه ادبيات اللغه العربيه. ده كان مقرر مش على ايامي، على ايام اخواتي، لاولى وثانيه وثالثه ثانوي كتاب واحد في ادبيات اللغه العربيه. في مواضيع، الموضوع عباره عن صفحه عن جميع، يعني صفحه ملخصه
فيها بعض المعلومات مثلا عن ابن المقفع، عن ابن خلدون صفحة، عن ابن الرومي، عن المتصوف، عن أحمد شوقي، عن قصص عن أبو بكر، عن عمر، حاجات في مختلف أوجه التراث، نبذة صغيرة قد كده بياخد منها، ينقوا منها جزء الأولى ثانوي وجزء الثانية ثانوي وجزء الثالثة ثانوي، عامل زي النظام اللي عامله الدكتور شوقي. هذا الكتاب مقرر على الثلاث سنوات. وشوف مين بقى المؤلفين فطاحل الأدب في هذا الوقت، منهم جلال أمين، ومنهم كان لطفي السيد، ومش عارفة، وكان في حاجات فيها طه حسين، هبقى اجيبه لك والله مرة متجلد كده جلدة. طب هو احنا سألنا مش ان احنا نقول نجيبه، لما احنا قلناه ده مش طب تيجي نطلع منه. اين انت يا شيماء؟ الف باء تاء ساء. لا ما ده يجي نطلع من ده يعني حاجة. اصل انا بقول يا دكتورة ايه، والله الكتاب ده صالح لكل عصر. ما ده اللي بنقول يعني، ده ممكن يبقى لنا نعمل له زي عرض واخد بال حضرتك، وممكن يتعمل منه فكره او يتطور عليه حاله يعني. اصل انا عايز اقول، انا بتصور ان ممكن كل واحد دلوقتي عليه ان يسهم من مجاله، هو يسهم في اللي احنا فيه اسهام. يعني كنا امبارح بنتكلم على فكره ان احنا لازم نبقى عاملين زي برومهات صغيره وحاجات صغيره. انا ليه قصص البطولات كلها ما اعملهاش حكايه يعني؟ انا ليه ما درسش في التاريخ اصلا قصص البطولات بس؟ لا انا ما اعرفش دي ليه بس. يعني على فكره من العصر الفرعوني ويمشي لغايه ايامنا هذه، احط سبوت على الاحداث المضيئه. انا مش مهم الطالب على فكره يعرف سنه كام حصل ايه، دي ابو حاجه في الموضوع. مش مهم انه يحفظها، هو لو عايز اخدمش القضيه، لو عايزها بيدرسها بقى في الجامعه. الاصل اقول يا دكتوره يعني، انا النهارده في البطولات بالذات احداث البطولات، يعني احنا في 73 وحتى في الست في الاربع سنين اللي فاتوا دول في سينا، في حاجات من ورا الدماغ اتعملت، واخد بال حضرتك؟ يعني انا النهارده الحاجات دي لما بتتعمل بتتعمل مثلا تتقال بحيث ما تبقى. انا على ايام ما كنت صغيره كنا بناخد، فاكرها في ابتدائي، نبيل منصور طفل عنده 11 سنه، انا فاكرها من وانا صغيره ايام الكفاح المسلح قبل ساعه، بعد ما الغى المعاهد النحاس بقى في كفاح مسلح في القناه. الولد ده لقى حتت مليانه بترول مرميه على المينا وهو عنده 11 سنه، فقرر انه يعمل زي الفدائيين ويخش معسكر انجليزي يحرقه. نزل من تحت الاسلاك الشيكه، فتح حته كده، دخل ولا في المعسكر، هبت النار، جري على الحته اللي كان داخل منها، نورت انوار الكشافه المعسكر، لقوا ده عند الاسلاك الشيء، فجروا فرغوا فيه رشاشين. نبيل منصور طفل عنده 11 سنه، انا فاكره ان انا درسته في ابتدائي، انا بعد 56. انا اللي عايز اقول يا دكتوره، احنا ليه ده ما يتعملش ويتعمل في برنامج زي هنا؟ تتحكي حكايه. أي احمد عصمت الشارع الطويل قوي ده، مين يعرف احمد عصمت؟ انا يعني لساني نشف. انا بقعد اقول الحاجات دي في الاذاعه. لا انا اقصد اقول ان في حكايات، انا النهارده يتعمل الحكايات ديت ليه؟ لان انا مثلا لما نيجي مثلا نبيل سالم الطيار، ما في نبيل سالم الطيار، وفي في حاجه في نبيل شكري، اسف، نبيل شكري الطيار، اثنين نبيل شكري ونبيل شكري الصاعقه، خدتي بالك؟ الاثنين من المقاتلين العظماء والقادة العظماء، ويعني ربنا يديهم طول العمر والصحه. لما نيجي نشوف نبيل اللي هو طيار نبيل شكري، الله، الراجل ده احنا بنتكلم في بتاع معركه المنصوره. لا ما ده لا ده طلع في 3 في 67. ازاي؟ لا يعني المطار اتضرب، المطار الطياره عشان تطلع عايزه ران واي 3 كيلو فما فوق، مساحه كبيره. لما مفيش المطار، وعشان كده لما بيضربوا بيضربوا الران واي، ما بيضربش لانه خلاص مش هتطلع. طلع من اقل من 500 متر، يعني هو طلع وعارف ان هو نازل هيموت، وطلع وقع طياره، دخل في معركه 3 طيارات وقع طياره ونزل برضه في الكلام ده كله. الحكايه كده
بعد ضرب المطارات كلها. اه فده ده اما تشوف معركه المنصوره الطيارين اربع اللي في يوم مذبحه الفانتوم. اما تشوف ده اما نشوف في 73 في الطلعه الاولانيه حسين القفاص والناس اللي كانوا معاه لما راحوا ضربوا حسين القفاص كان راكب ال 17 ميت 17 ولما ضرب نزل وبرضه انت عارفه ساعات بتبقى انت ايه طمعانه اكتر فنزل قوي ففي الانفجار كان اللي قبليه دخل وضرب فالانفجار كان طالع عليه فبوظ له اللي احنا بنقول عليه بالبرابريز عندنا اللي هو الوش اللي هو ده مبقاش شايف الطياره من الانفجارات والحاجات اللي طلعت وهو راجع وبعدين هو راجع بيقول لهم انا مش شايف فبيقولوا له طب سيب الطياره نط نط ينط ايه؟ ما رضاش تمنها قد ايه؟ الطياره دي بكام؟ قصص من دي يا دكتوره والله من زمان احنا لما 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 بتوع داعش دولت ذبحوا من اهالينا ال 21 دولت والرئيس كلم قائد القوات الجويه فريق يونس الماء يعني جاهز قال له جاهز يعني على طريقتنا لما بتقول لا لكن جاهز من امبارح انا انا جاهز امبارح يعني احنا دخلنا طيارينا دخلوا ضربوا وطلعوا امريكا والنيتو ما عرفوش الا من البيان بتاع مصر الا ما مصر اعلنت هو قبلها قال عارفه ليه في اي حاجه عارفه ليه لانهم داخلين على وش الارض داخلين اوضه من عندنا النور زي 73 مين بقى اللي عنده الجراه مين النهارده طيار هات لي طيار في اي حته في العالم عنده الجراه ان يطير على ارتفاع مترين و3 متر والكلام ده هم المصريين زي 73 الحاجات دي بقى ما تتقالش ازاي 73 كانوا طايرين على 73 دخلوا ده كانوا داخلين من وادي العشرة كان تحت الارض بقى لا, لا, لا 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 الوقت خلص نعمل ايه نفسنا نتكلم في الكلام ده عشان الانتماء بس عشان يبقى في انتماء للاطفال الصغيره دي لا احنا عايزين نعمل فكره يا دكتوره بلد. نعمل فكره ان شاء الله هتعملي نموذج وانا ربنا يقدرني واعرف اعمل نموذج نموذج يتقال بحيث انه يتحكي بحيث انا لما حضرتك تطلع فينا واي حد من الزملاء في اي حته برنامج واي ويبقى كتابه وقولا في الاذاعه او في التلفزيون لحاجه نعمل نموذج بحيث ان يبقى عندنا ده يتقال بالظبط ده في بلاد ما عندهمش في تاريخهم يعني ما عملوش حتى معركة البدنجان وألفوا حاجات وصدقوها وبقت عندهم حاجات قومية مش موزة راحت اتصورت مع الثلاث أقماع السوداني دولت قلت لك الأهرامات قالت لك السودان أم الدنيا شرفتينا يا دكتورة ميرسي كتير أنا سايب لك البسكوت أهو لو اختفى يبقى رشدي اللي خد شكرا يا دكتور بشكر ميرسي ربنا يخليك بشكر حضرتك وتصبحوا على خير